السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي الأعزاء، تكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. اليوم جينا نتكلموا على طريقة كيفاش نحمل نسخة البيتا بدون في بي ان، أو نقول أي شخص نطلب منه حساب من أوروبا فقط بالهاتف فقط. هذه الطريقة خوتي باش تكون على بالكم أنه تستخدم على الهواتف الأندرويد فقط. بالآيفون فعندي طريقة إن شاء الله راح نحط الجزء الثاني لمستخدمين الآيفون. شي خاوتي نروحو يكون عندنا، ما قلت انه هذه الطريقة تستعمل على الاندرويد فقط، لانه هذا التطبيق نسخة معدلة اوروبية تقدر تستعملها خاوتي في جهاز الاندرويد فقط، لانه الايفون ما يدعم التطبيقات الغير من متاجر. نتمنى في هذا الفيديو خاوتي ترى الاشتراك الاسفل خاوتي، ديروا لنا اشتراك، نتمنى اشتراك ولايك. الله يحفظك، اشتراك ولايك. اول شيء انه راح نبحث على تطبيق التليجرام فقط. اوكي، ترى هذا هو تيليجرام. فانا بعد ما نحمل تطبيق تيليجرام او عندي تطبيق تيليجرام، هون نجي هون ونكتب بانك ار بي سي، هذا صاحب التطبيق، ضيفوا له القناة ودعموه. نضغط على التطبيق، فهون ننزل للاسفل، نفتح هون فتح القناة ونضيف فتح القناة. اوكي، بعد ما ندخل لهذا التطبيق راح يعطيني التطبيقاسيون خاوتي باش نحملها. هاي تحميل هذه، فنحملها خاوتي كما انا محملها. راح يفتح التطبيق اول مرة معك هكذا، هاد راح تأتيك بهذه الواجهة. نحن نضغط على اعدادات المود، بعدين منطقة المحتوى. شو هذه خاوتي وش معناتها؟ هذه خاوتنا الاعزاء معناتها راح تحطك في الريجيون اللي راك حابها. مثلا انه انت راك حاب تنشر في سيرفر سعودي او سيرفر اوروبي او اي من المحتوى اللي بدك انت، يا حطك اي سيرفر اللي بدك انت، يظهر لك فقط المحتوى الاوروبي او العربي او الشرق الاوسط، ما يظهر لك مثل تشعل الفي بي ان منطقة لمنطقة. فانا هون اختار البلد فرنسا، لانه فرنسا فيها كثير من الجزائريين وانا محتواي جزائري، فهون حيكون اجبد كثير من الناس اللي تسكن في فرنسا. فانت كل شخص على حسب المحتوى اللي بده اياه. فالمناطق المدعومة حاليا في نسخة البيتا: فرنسا، البرازيل، الامريكا، والمانيا، وكندا الله اعلم. هون نضغط على فرنسا ونحط رجوع. هون في رابع خانة ليس فرض وضع تغيير المنطقة، هذا لو بدك اياه يصير فقط محتوى فرنسي، ما يخرج لك ولا محتوى عربي تراند ولا شيء، فقط فرنسا. فهذا يمكن مع الوقت اضعه، ما ليس حاليا. فهون نرجع رجوع اغلاق بدء المشاهدة. هون نضغط نو ثانكس، استغفر الله. هون كما ترى بدأ يخرج لي محتوى اوروبي وعربي مختلط، لكن ما اكتملنا الطريقة. ليش ما اكتملنا الطريقة؟ لانه اخواتنا الاعزاء، ما اللي في فتح حساب بيتا خاوتنا، لازم لك انه يكون عندك حسابك، الحساب تاعك البيتا لازم يكون جديد. مستحيل يكون عندك حساب مثلا نفترض انه فيه 10,000 متابع وتدخل هون وتفتح به، لانه ما يعطيك البيضة ابدا، لانه ما حاليا ما في تقنية او ميزة يمكن فعلها. شو نسوي؟ اول شيء ندخل هون وندير انشاء حساب، لكن او انتبهوا معي انه الانشاء الحساب هون راح يكون بجيميل جديد. ترى جيميل جديد اول مرة تستخدمه، مش تفتح جيميل مستعملته من قبل، جيميل جديد. انه تروح تفتح جيميل خاوتي وتجي دير جيميل، اكو فاهمين انا خاوتي اللي نفهم الشاب العربي ولا جاي يتفرج الفيديو، في نفس الوقت انا نفهم الجزائرية. لازم تفتح جيميل خاوتي جديد، جامي فتحت به عفسه، سما روح كري جيميل. وبعدين خاوتي وش يسلام راح يجيك كي تروح تفتح جيميل يقولك اكدوا برقم، اكدوا برقم. انت ما تاكدش الجيميل بالرقم، افتح جيميل وهمي شغل، تفتحوا نورمال بصح كي تلحق الخانه تاكد الرقم دير تخطي. بعدين كي نهار تفتح الابليكاسيون راح وثقوا بالرقم تاعك باش ما يروحلكش. هذه خاوتي هون لو تفتح جيميل جديد ما تسوي عليه تاكيد الرقم، فقط اعبر دير تخطي واعبر. راح نوضع لكم الصوره فوق لكي تفهموا شو اقصد. فهون ندخل
استخدام الجيميل. خوتي سمحوا لي تليفوني شوية ثقيل. هنا ندخل استخدام حساب جديد، وهنا حنجيب الجيميل تبعي. دقيقة فقط. وهون خاوتنا بعد ما دخلت الجيميل تاعي راح طلب مني انه بسوي كلمة سر الجيميل، راح اكتب كلمة سر واجي. بعد ما دخلت الجيميل اخواتي راهو حيفتح معي التطبيق لاول مرة. خاوتنا الاعزاء هنا اليوم دير الرقم تاعك تاع تاريخ الميلاد الحقيقي على حسب البطاقة اللي راح توثقها مع الوقت بعد وصولك 10,000، معناتها دير عيد ميلادك الحقيقي، ما ديرش عيد ميلاد مزيف على حسب البطاقة التعريفية اللي راح توثقها من أي منطقة أنت فيها. فأنا راح ندير مثلا هون راح ندخل نكتب 7 سبتمبر 2001 عيد ميلادي، فهون بدون ما تخطأ. التالي شباب اللي مش واضع اشتراك يوضع لنا اشتراك فضلا وليس امر، ضع قبول. هون ما ضع اسم لانه فاتح بالجيميل، بسوي تخطي بعدين نفكر على حسب المحتوى اللي بدي اياه. راح شوف كيف حيتغير المحتوى. شوف ها مامي خرج لك انه محتوى مسلم و كيما راكم تشوفوا محتوى مسلم بصح فرونسي. شوف كاين هادو تاع الترند هادو، شوف هاك شوفوا خالتي هاكا. دقيقة برك سامحوا لي، دقيقة برك كيف باش تجي محتوى فرونسي. دقيقة لانه رانا على السيرفر محتوى فرنسي، باش نفرض علينا محتوى فرنسي نروح اللغة ونديرها فرنسي. شوف هنا لغة الترجمة ديرها فرنسي تم، لانه علاش ما ديرش لغة عربية، دير لغة عربية راح يخرج لك رفض. هنا دير رفض خاوتي باش ما يخرجولكش جهة الاتصال تاعك. دقيقة فقط خلينا نغير، ندخل اعدادات وندور هون في اللغة. لغة التطبيق مسويها فرنسي على حسب المحتوى بدي اياه. لكي لا يخرجونا فقط اصحاب فرنسا. شايف يا ماكرون رئيس فرنسا، هاد الامور فرنسا كله فرنسي، ما يخرج لك محتوى عربي ولا شيء، ولا شيء من المحتوى العربي. هذا ترى هذه جزائريه لكنها فيها عايشه في فرنسا مش عربيه. اوكي هذا محتوى فرنسي اللي بدنا اياه. خلينا نوريكم انه حاليا عندي نسخه البيتا، بسوي له 3 نقاط اللي فوق ونضغط على بوغ لو كرياتور. هون وهون النتيجة اخواني الاعزاء، فيرسيون بيتا دو بروغرام دو لو كرياتور، معناتها خاوتي هنا حسابي الابداعي تاع البيتا. بعد ما ندخل الى هون راح يعطيولك وشنو هي الشروط اللي تقدر تفتح بها نسخة البيتا. ومبروك عليك خلاص من المشاهدات، 10,000 متابع، 100,000 مشاهدة لمدة 30 يوم. راح تقولي ربما مستحيلة لكن مع الاستمرارية راح تنجح بإذن الله. هون بعد ما راح توثق كل شيء نضغط اوكي ونصور البطاقة والمكان. ومبروك عليك خلص المشاهدة. هون خاوتي العزاز كيما راكم تشوفوا انا تحب تفعل اعلانات، هادو تفعلهم خاوتي باش كي تخدم فيديو تعرف بلي ما استعملتش حقوق الطبع والنشر. انا دير ترويج للفيديو كل شيء اللي بدك اياه. نتمنى فيدكم في هذه الفيديو اخواني، لا تبخلوا علينا باشتراك والرجام، ترى انه انا لو نشوف ما في تفاعل في هذه الفيديو ما اعطيكم نصائح ابدا في الفيديوهات الثانيه لكي اساعدكم، لاني بدي مقابل انه تدعموني. ما اكذب عليكم انه اقول اني بدي متابع، ما بدي ترى انا بدي متابعين وبدي انه الناس تتفرج فيديوهاتي وكل شيء. فان شاء الله ديروا نجام ولايك، ما تبخلش علينا باشتراك تاع
الاشتراك اهم شيء، والسلام عليكم ورحمة الله.